هل يوم الهوية بالنقطة قال رجل لسفيان الثوري رحمة الله عليه أجمعين: ذهب الناس وبقينا على حمر دبرة. فقال سفيان رحمه الله: ما أحسن حالها إن كانت على الطريق. قال وساق السند إلى شعبة رحمه الله يقول سفيان أمير المؤمنين في الحديث رحمة الله عليه، وساق السند إلى الأوزعي. قال ساق الأوزعي رحمه الله قال: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل فيما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما يسعهم. لست آمن إلا أن يدفع الله شر هذه البدعة من أن يصيروا إخوانا بعد تواد إلى تفرق في دينهم وتباغض، ولو كان خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم. بسم الله جزاكم الله خيرا. ما انتهت ال انتهى؟ لا. طب مشك منها. قالوا: إنه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم، وهم أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. اختارهم الله له وبعثه فيهم ووصفهم بما وصفهم به، فقال محمد رسول الله والذين معه إلى آخر الآية. قال لفظ معاوية بن عمرو. نعم، هنا في قول زيد بن حباب رأيت سفيان الثوري إذا سئل عن المسائل قال: لا أدري حتى أزور من رأى أنه لا يحسن من علم شيئا. هذا معنى إيش؟ الورع، الورع وعدم التجرؤ على الله جل وعلا. وهذه لما يأتون بها في هذا الباب صاحب اللقطة؟ لأنه يتكلم بالرب لا يكون عنده تعظيم لله عز وجل. شغل فلوه، شغل البلد ده دخلت السوق يبقى لابد أبيع. ايه جمال دوت، الله اكبر يا عبد الله. نعم، ونحن نبعد عن الخل والبخل. لا حول ولا قوه الا بالله. الحمد لله اني جاءت حياه الصلاه عشان اقول لا حول ولا قوه الا بالله. تفضل تفضل. في يا جماعه انتوا اقسمتم بالله تجننوني فاتفقتم معا في الخفاء لاشياء علي فيه؟ الم يقل هو الثوري: إن كان بالعلم فتكلم، وإلا فكل أمره لمن يعلم. صحيح. أما الجرأة لا تكون إلا من أهل الكلام. أهل الكلام عندهم جرأة عظيمة جدا في هذا الباب. لما؟ لأنهم ليسوا متبعي له الآثار، ليسوا متبعي الآثار. نعم. وهنا قال: إذا رؤية الشيخ لم يكتب الحديث. لا لا، قال سمع سفيان الثوري يقول: إذا رؤية الشيخ لم يكتب الحديث لا أجزاك عن الله عليه السلام. شوف تفهم ماذا يقول. يقول إذا الكبير إذا لم يكتب الحديث إذا لا تنتفع به الأمة الإسلامية، يعني لم ينصر دين الله. فشوف إيش يقول: لا أجزاك الله عن الإسلام، يدعو عليه لا أجزاك الله خير عن الإسلام. كيف الذي كأمثالكم والله الحمد يعني يطبق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يعني أعجب من شاب ليس له صبوة. أنتم ما شاء الله قوات الله قوتكم وضعتموها في طلب العلم، وهذه تعيش يعني أفضل الناس الذي عاش ظهره لله جل في علاه كأمثالكم. المنشئ منشأ عظيم، والله تعالى قد أحسن إليكم بهذا واصطفاكم لهذا، فأحمدوا الله حتى تستمر هذا الخير فيكم في هذا الباب. شوف يقول: إذا رأى الشيخ لم يكتب الحديث قل لا جزاك الله عن الإسلام خير. وأنا أقول والله جزاكم الله عن الإسلام خير، فكونوا على الجد. آمين. قال رجل لسفيان الثوري: ذهب الناس وبقينا على حمر دبرة. فقال سفيان: ما أحسن حالها إن كانت على الطريق. وده قال الحسن أيضا قريب من ذلك، قال: إن كنت على الدرب استصر، سير كالنمل، تباطأ في السير، ما تكن كسير السلف، لكن إن كان السير على الطريق فأنت استصر. وده معنى إلى زم الكلام. تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن ساكنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين. قال الإمام الهروي رضي الله تعالى عنه ورحمه قال في كتابه ذم الكلام، وساق السند إلى شعبة رحمه الله يقول سفيان رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث. وساق السند إلى الأوزاعي رحمه الله قال: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل فيما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال: فإنه يسعك ما يسعهم. لست آمن إلا أن يدفع الله شر هذه البدعة من أن يصيروا إخوانا بعد تواد إلى تفرق في دينهم وتباغض، ولو كان خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم. سبحان الله. وإنه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم، وهم أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. اختارهم الله له وبعثه فيهم ووصفهم بما وصفهم به، فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم.
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال الآية. قال لفظ معاوية بن عمرو رحمه الله، وساق السند إلى عثمان رحمه الله، قال حا، وساق السند إلى الأوزعي رحمه الله، قال وما رأي امرئ في أمر بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعه، ولو لم يكن فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيه أصحابه من بعده رضي الله عنهم كانوا أولى فيه بالحق منا، لأن الله تعالى أثنى على من بعدهم باتباعهم إياهم، فقال والذين اتبعوهم بإحسان. قال وقلتم أنتم لا بل نعرضه على رأينا في الكتاب، ما وافقه منها صدقناه وما خالفه تركناه. قال وتلك غاية كل محدث في الإسلام، رد ما خالف رأيه من السنة. هنا في هذا الباب وقفنا عند قول دعاءه على كبير السن الذي لم يعمل الإسلام شيئا، قال إذا رؤي الشيخ الكبير يعني لم يكتب الحديث قل لا جزاك الله عن الإسلام خيرا. وبين أيضا أن من كان على الطريق إيش، من سار على دربي وصل، من سار على دربي وصل. هنا قال سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، وهذه أيضا تدلك على أنه أراد أن يبين لك أن قيمة الإنسان قيمة ما يتقن، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، وأعظم ما يحسنه أن يحسن الكتاب والسنة. العالم بحق هو من أعطاه الله جل في علا ومنحه قوة للتمسك بالسنة. عن أوزاعي قال اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم. الكلام هذا كلام عظيم، وانتقل الآن من كلام الثوري إلى كلام الأوزاعي. الأوزاعي إمام علامة الشام، فقيه الشام، إمام محدث فقيه، عالم من أعلام الأمة، كلامه من ذهب. قال اصبر نفسك على السنة، هذا هو الأصل، الأصل أن تصبر نفسك على السنة، الأصل أن تكون ممن يحافظ على السنة، يعمل بالسنة، يسأل عن السنة. هذا التأصيل عام. واصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم. اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم. طبعا يقصد بالقوم هنا من؟ الصحابة رضي الله عليهم. قال وقف حيث وقف القوم وقل فيما قالوا وكف عما كفوا، يعني كن على خطى الصحابة ولا تحد. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأيضا قول الله جل في علا فإن أمنوا بمثل ما أمنتم به فقد اهتدوا، لذلك من انحرف ضل. قال ومن يشاخ رسوله اتبع غير سبيل المؤمنين، والمقصود بالمؤمنين هنا من؟ الصحابة. نعم، اتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى نسي جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. لذلك قال اصبر نفسك على السنة، هذا أول الطريق. الأمر الثاني وقف حيث وقف القوم، لا تتحرك عنه، لا بد أن يكون لك أثر عن هؤلاء، تسير على سيرهم وتمشي على دربهم، ولا بد أن تكون ممن استضاء بنورهم. وقل فيما قالوا وكف عما كف، وسع كما وسعه، يسع كما وسعه. ولذلك نقول لهم النزول ونزول الرحمة كما قلتم أقاله الصحابة؟ لا، إذن يسعكم مش ما وسعه. ضحك أراد الثواب أقال الصحابة؟ لا، إذن يسعكم ما وسعه. أنتم لا تتقدمون، لا يمكن أن يقدمكم الله عنه، الله اصطفاهم لرسوله صلى الله عليه وسلم، لا يقدمكم أبدا عنه. نعم، أين صاحبك يا إسلام؟ ماله؟ بيجيبه جاي؟ ماشي. واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعى كما يسعى. شوف أقاله فإنه يسعى كما يسعى. لست آمن إلا أن يدفع الله شر هذه البدعة، بدعة الكلام، يعني يقول ما في أمن، لا نأمن على أنفسنا وعلى ديننا إلا بضحط أهل الكلام. شوف أهل الكلام الآن كيف يتمتعون بالسلطان وأيضا بسلطان وأيضا بالمكانة وأيضا بالتمكين، أهل بدعة والضلالة في هذا الباب. ما ترى لهم إلا أنهم الأغنياء وأصحاب السلطة والوجاهة وأصبح أصحاب المكانة، يتحكمون في كل شيء.
والله من وراء محيط. قال لست آمن إلا أن يدفع الله شر هذه البدعة من أن يصيروا إخوانا بعد تواد إلى تفرق في دينهم. بعدما كانوا إخوة حصل دخل بينهم أهل الكلام ده دخلت بينهم البدعة ففرقتهم أوزاعا. شوف قال من أن يصيروا إخوانا بعد تواد إلى تفرق في دينهم وتباغض. فحصلت الفرقة في الدين مع التباغض لدخول البدعة فيهم ولدخول أهل الكلام. تفضل. قال ما خصصتم به دون أسلافكم وإنه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم هم أصحاب محمد. يعني شوف العقل والكتاب والسنة والعقل والإجماع يقولون لا يمكن أن يفضلك ربك أنت المتأخر على الذي قدمه واصطفاه إلى أن يكون صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم. والدلالة على ذلك إيش؟ السابقون ممتاز، هذه الأولى. بعد ذلك التصريح بالمهاجرين والأنصار، بعد ذلك فإنما المسلمين آمنتم به لا يستوى منكم أن أمن أنفق من قبل فتح وقال أدلة بحر على ذلك. لذلك هو بيقول لهم أما فهمتم أما تعقلون. يقول وإنه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم هم أصحاب محمد. لما تأخرت يا حي ولا حاتم؟ ماشي يا حاتم، لما تأخرت؟ ما سمعتك. يسر الله عليك. قال هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم اختارهم له وبعثه فيهم ووصفهم بما وصفهم به محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ترى الكعس إلى آخر هذا. نعم، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على فهم الأوزاعي، وهذه صارت قاعدة كبرى أن نقول لكل متأخر هذا العلم الذي تعلمته أنت تعلمه الصحابة عارمه الصحابة ها؟ إن قال لا نقول له طيب ما الميزة فيك الذي جعل الله تعالى يقدمك عليه؟ ها؟ ماشي. لذلك العلم حق في المتقدمين. الأوزاعي يقول وما رأى امرئ في أمر بلغه وما رأي امرئ يقول لا ما كوش أعلم. يقولون أسلم. لما تأخرت يا خمران؟ يا باشا لما أخرته؟ توزع ورقة ولا تجلس في العلم؟ انت جامعة صحيح انت عملت فيها مفتي ولا حاجة ولا ايه بالظبط؟ اللي علمك تعمل الورق ده العلم. لما تضيع العلم يبقى انت عبيط زياده على الغفله اللي انت فيها. الله المستعان. خلاص بقى ما وايس كيف وانت اصلا انت ضيعت عليه الفضل اصلا. راح يعمل ايه اهو دخلنا بقى هي عوره لا هي عمشه. طب دخل في الاثنين العميان ما جاء من صار ده غباء مستحكم، وايضا مش هتستفيد بيها، هتاخد ورقه ممكن ترميها، ومش كل واحد اصلا مستفيد بالورق. هو ما تديش ورق لكل حد، وبعدين ما تهجمش على واحده تبقى بصلك يا توك على الله مش تمام كده. افهم هذا الامر، لا تتنطع حتى تصل لما تريد. افهم دعوه الى الله ان كانت صادقه تحتاج الى فقه. ماشي سيدنا صح. الله المستعان. قال ما رأي امرئ في أمر بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعه، ما عنده إلا ذلك. ولم يكن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أصحابه من بعده كانوا أولى فيه بالحق منا، لأن الله تعالى أثنى على من بعدهم باتباعهم. يعني كان سبب الثناء على التابعين أنهم اتبعوا الصحابة. شوف كان سبب الرئيس للثناء عليهم في الكتاب أنهم إيه؟ تبعوا الصحابة الذين اتبعوهم بإحسان. وقلتم أنتم لا، بل نعرضوا على رأينا في الكتاب، فما وافقه منا صدقناه وما خالفه تركناه، وتلك غاية كل محدث في الإسلام. يعني هذا كلام المبتدعة، فإياكم وإياهم. رد ما خالف رأيه
أو رد ما خالف رأيه من السنة. نعوذ بالله من غضب الله. إذن واجب علينا الاستسلام التام مع معرفة تقدم أهل العلم. الضفدع حريص جدا، أنا أتأخر لكنه حريص جدا ما شاء الله، وكان سفيها فأرشده الله جل وعلا، والله العظيم كان سفيها فأرشده الله جل وعلا، فالحمد لله صار من الضفدع للتمساح. نعم. وعلى الأوزاعي قال إنكم لا ترجعون عن بدعة إلا تعلقتم بأخرى هي أضر عليكم منه. والمعنى السيئة كما أن لها أخوات فالبدعة لها أخوات، بدعة التحزب لها أخوات وأخوات، أخوات وأخوات تصل بها إلى 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 ضاع الدين، إلى ضاع الدين ورب العزة. تفضل يا باشمهندس. وبدعة أصلها على ما يزعمون الاستحسان، هذا تلبيس على المسلمين، وكل ما خالف السنة فهو بدعة، كل ما خالف السنة فهو بدعة. بس انتهى الموضوع، هذا ضابط كلي في هذا الباب، كل ما خالف السنة فهو بدعة. قال حسان نعطيه ما ابتدع قوم في دينهم بدعة إلا نزع الله مثلها من السنة ثم لا يردها عليهم إلى يوم القيامة. هذه مشكلة كبيرة فيها معضلتان. المعضلة الأولى أن البدعة سبيل إلى هجران السنة، إلى أن السنة تفر. المشكلة ليست في فرار السنة، قد يخفق المرء التمسك بالسنة مرة، طيب مرتين ثلاث، المشكلة في إيش؟ في قول أنها لا تعود، في قول أنها لا تعود، خلاص السنة إذا هجرت لا تعود. وده يحملنا على القول بأن من سقط من عين الله لا يعود، وأن الله إن خزل امرؤ وأراد خزلانه لا تجد له سبيلا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ أن لكم ذلك، انتهى. قال وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم، انتهى. وقال أيضا صوت المائدة وما يرد له فتنته فلن تملك له من الله شيئا، ايه الجمال ده يا اسف، ما يرد له فتنته فلن تملك له من الله شيئا، انتهى الامر، انتهى. فسبيل سبيل الصد ده هو. نعم. يا الله، الله اكبر. يقول هذه عطايا لا احد يصل اليها، انك قد بلغت الفنا، مش الفنا، اتفضل. الله المستعان. محل النجاة السنة. البدعة سبيل لفرار السنة. من قدم الخلف على السلف فقد ضل. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.